كوميرشال انشورنس ويك مستمره باوتو فوكس، اكيد عم ندور على موضوع كثير اساسي بحياتنا اليوميه مشاهدينا، هو موضوع التامين مع مسيو روجيه زكار عضو مجلس اداره شركه كوميرشال انشورنس. روجيه هاي، مره جديده انت معنا وانا كثير منيح، واليوم انا كثير متحمس احكي معك عن موضوع انا شخصيا بهمني، هو موضوع الموتويات او الدراجات الناريه، لانه اوريدي بسوق موتو. كل شيء رح اسالك اياه كانه جاي لعندك انا على الشركه، فت على المكتب لعندك وبدي استفسر عنك منك انه الاسيرانس موجوده على الموتو، علي شخصيا، على شو اكثر. هاي حلقه بتصور رح تكون اسئله معلومات عامه لي اكثر شيء، واكيد لكل المشاهدين وخاصه المشاهدين يلي عم يسوقوا موتو اليوم وعم تزيد نسبه الدراجات الناريه اليوم على الطرقات اللبنانيه بطبيعه الحال. روجيه، قبل ما نبلش حلقتنا، تاريخ كوميرشال انشورنس حاب اعرفه منك، هالشركه العريقه اللبنانيه 100% اليوم بعدها متواجده بقوه، وزياده عن هيك رئيس مجلس ادارتها اليوم عم بيكون ببوست كثير مهم، مش بس على صعيد لبنان لا بل على الصعيد العربي. حقيقه مثل ما قلت، كوميرشال انشورنس هي من اقدم الشركات اللبنانيه، 100% لبنانيه، وكوميرشال انشورنس لها تاسست ب 62، يعني لها اكثر من 50 سنه. كوميرشال انشورنس عم تضل تطور حالها لتطلع ببوالس تامين جديده لتقدر تلبي حاجات يلي مأمنين عنها، مثل تامين الموتويات يلي كنا نحن رائدين وما زلنا شركه رائده يلي عم تامن الموتويات بلبنان. كل الشركات عم تعملوا معها من دون اي استثناء، كل الشركات وكل كل الموتويات، كل انواع الموتويات. ولا نحكي كمان شوي عن كوميرشال انشورنس، خبراتها خلت انه رئيس مجلس ادارتها يكون رئيس جمعيه شركات التامين بلبنان حاليا، ورئيس جمعيه شركات التامين العربيه على مده سنتين. فيري نايس. فهو اللي خلت مهم كثير اليوم لقطاع التامين بلبنان، مش بس لكوميرشال انشورنس مثل ما دائما عم نقول. روجيه، البدايه لكن مثل ما كنا عم نقول عن الاسيرانس لكل الاشخاص بسوق موتو، هل هي الاسيرانس عم تكون بس على الموتو اللي عم نسوقها اليوم؟ عم تكون اسعارها كمان، يعني في موتويات عم توصل اسعارها ل 30 الف دولار يمكن واكثر، بس الاسيرانس على الموتو نحن علينا شخصيا كل شيء ادراج جسديه، وين عم تكون هون التامين؟ هو خلينا نجزئ التامين الموتويات على اربع اجزاء اذا بدك. اوكي، اول جزء هو التامين الالزامي يلي هو بيغطي كل شيء ادراج جسديه بتسببه جسديه بتسببها الموتو للغير للغير أوكي. ولكن مش للسائق. فهيدي الدوله فرضتها انه في حال الموتو ضرب حدا او 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 تعرض يلي قاعد ورا الموتو صار له حادث، يقدر يفوت على بوليس التامين ويتحكم، يعني بمشي على شخص اللي بيكون ورا السائق كمان، ورا او قدام. اوكي، اذا هو اذا يعتبر اذا عمل الزام مزبوط. اوكي، وهيدي مفروض يعملها مع معاينه الميكانيك طبيعي. يعني كل ما يروح على المعاينه لازم يكون عنده بوليس التامين. الشغلة الثانية هو تأمين ضد الخير على كل شيء أضرار إذا بدك المادية، يعني إذا موتو فات بسيارة، موتو فات بمحل، موتو إيه هون أضرار تصلح للسيارة ولا أضرار بتصلح للغير؟ للغير مزبوط. أوكي، فكمان عندك أول واحدة البوليسة الأضرار المادية، المادية بوليسة الأضرار الجسدية، وكمان عندك البوليسة شامل الأخطار أو التوريسك يلي كمان إذا الموتو هي بحد ذاتها تسببت صار لها اضرار، كمان بيقدر صاحب الموتور يقدر يفوتها ويظبطها. فمثل السيارات في عندك هول الثلاث انواع. ولكن شغله اساسيه دائما لازم او ندور عليها، انه السائق هو مش مغطى. السائق بيكون مفكر انه هو مغطى، حتى لو عمل اسيرانس له شخصيا هو ما بعيدا عن الاسيرانس المعموله على الموتور. عده شركات تامين بلبنان بتعترف او بتغطي لانه سايق موتور، لانه سايق موتور. بتقول لك بالاستثناءات تبعول البوليصه الطبيه، بتقول لك اذا سايق الدراجه مستثنى. فكتير مهم انه واحد بس يكون عم بيسوق موتور لازم يتاكد انه بوليصته الاستشفاء تبعيته بتغطيه. اوكي، واذا ما بتغطيه يقدر يتلفن يبلغ الشركه انه انا عم سوق موتور في حال صار لي شيء بدي يكون مغطى، او اذا 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 بترفض شركه التامين ينقي شركه التامين بتغطيه. واكيد حابب ضوي انه كوميرشال انشورنس نحن كل اللي عم بيسوقوا موتور اكيد داخلين يعني سايق الموتور داخل فيه طبب تحت بوليسه الاستشفاء. فيري جود، هيدي شغله اساسيه اليوم حبينا نعرفها منك بحلقتنا الخاصه بالدراجات الناريه. وبعرف مثل ما كنا عم نقول نسبه الدراجات الناريه بلبنان عم بتزيد كثير، ما هيك؟ مش ملاحظ انت كمان عندك الطلبات عم بتكون زياده
على المطويات. عم تزيد كثير، ولازم كمان في شغله للاسف عم نشوفها انه بعض بياخذوا احتياطاتهم، يعني حقيقه عم بيزيدوا المطويات، ولكن في عنا عم نشوف كثير مطويات عم بتدهوروا. يعني الهلمت وين، كل شيء، الجاكيت الخاصه لحمايه كل شيء، كواع واكتاف وغيرها وظهر كمان اهم شيء، ما عم نشوفهم اليوم للاسف روجيه بكثره على الطرقات اللبنانيه. في كثير اشخاص بعضهم عم يطلعوا بلا هلمت، راسهم فاضي، وهيدي شغله كثير خطيره. وحادث مثل ما بنعرف انه بس يكون في حادث موتور يعني في فوته مستشفى. وشغله ثانيه كمان لازم نضوي عليها، انه في كثير عالم تشتري موتور ولكن الموتور بتنسرق اهين بكثير من سياره. صحيح. هون كمان الاولد ريسك بتكون حسب قد ايه قيمه الموتور، اذا بيرجع بيسترد قيمه الموتور كلها. اكيد. فهيدي كمان دائما بيسالونا ليه بدي امن الموتور، لانه نعم. خير انه الموتور معرض لحوادث اكثر بكثير، الموتور بذات الوقت معرض للسرقه اكثر بكثير. كمان انت عم تامنوا على كل شيء كومبيتيشنز له علاقه بالموتور، سباقات الانظور وسباقات كل شيء موتورات عم يصير بالبلد، انتم مغطين هيدا الشيء. حقيقه نحن يعني نحن كوميرشال انشورنس بفتكر قائدين او اكبر شركه بلبنان بتخطي عالم المطويات ومعروفه بعالم المطويات. وزياده عن هيك مستمرين بالجوائز. شو لكن؟ يعني اليوم على بيج كوميرشال انشورنس كو على فيسبوك اذا عملنا لايك اند شير الحلقه اكيد بينزل اسمنا بالكل. الحلقه حلقه اليوم مثلا. حلقه اليوم اكيد. حلقه اليوم او الحلقات اللي مصورينها سوا بيعملوا لايك اند شير، كل الاسامي اللي عملوا لايك اند شير بينزلوا بالقرعه وحنربحهم جوائز كبيره وجوائز كثيره. بوالس تامين؟ بيناتهم بوالس تامين وما غير. شو بدنا احسن من هيك؟ شكرا رجيع على وجودك معنا، على امل كل سائقي الموتويات يكونوا استفادوا من حلقه اليوم مشاهدينا لياخذوا فكره اوضح عن طريقه قياده الموتور وخاصه التامين على الدراجه الناريه. الى اللقاء اكيد مع حلقه جديده بهالاسبوع ضمن كوميرشال انشورنس ويك.